ميكستيك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. واعين بهذا وقاعدين معنين عاملين مجهودات الانسان، لكن الدوله يلزمها تحتاط. اولا نحن التوريست ما حاجتناش به السنه تماما، الاربعه صور دي هذول ما حاجتناش به، خلوهم غادي، لان نحن ماناش جاهزين. يقولوا جاهزين، ما هم جاهزين، مش صحيح. لازم يسكروا الفنادق، ما عادتش المعابر سواء جويه ولا بحريه ولا بريه، هذيك يكونوا واقفين لها ما تجيناش، لاني تو نحن قادمين على موسم سياحي وعوده المهاجرين من الخارج، فهمتني ولا لا؟ اللي يشرب في كاس في قهوه، اللي يقعد هو وصاحبه، فهمتني ولا لا؟ هذايا باش يجيب لنا البلاء ونحن ما نجموش نتحكموا فيه. نحن يجينا طرف ما، جونا طرف ما في في في, في باجه وجندوبه وكل برا ذاك، وحلنا فيه قناطر حبسته والعباد غرقت. هذايا مرض مخطر ما ناش متهيئين له، ما عندناش ادويه. راهو شوفوا السبيطارات تو. سبيطارات من المفروض وانها الكمائم تكون موجوده عند اعوان الصحه وعند اللي جاي يداوي والداخل والخارج، هم ماهمش محتاطين، فهمتني ولا لا؟ يا خويا والمعابر الاخرى هذه اللي نتاع المهربين هذاك تتحكم فيه انت، اللي يدخل على غير البوابات اش عملت فيه هذاك؟ فانا قهوه قعد غادي وفانا قهوه قعد هنا وتلامذتنا ثنا، يزيدوا شوي ما كان ذاش يسكروا المدارس ويسكروا الكليات والجامعات، فهمتني؟ تبات معناها هذا الاحتياط الصحي يكون من الدوله. المواطن احنا شنو تنغسلوا بطريف الصابون وتوا نحطاط وتوا كذا، انا نندري تو عندي ولدي نندري عليه تجيب لي من الليسي وزميله اللي يقعد هو وياه وجا خاله ولا عم وسلم عليه، ونحن التوانسه النهار كله نبوسوا من الشوارب ونتكاذبوا. ما هو مد ايدك من بعيد، حضروش لي غون، حضروش الكمامات اللي عاملينها، سمعنا الدب اللي شدوه في الاخر الناس تحت كرفينا حتى في الموت. تتاجروا بينا تو، هذا نحن المطلوب الدوله صح الدوله. والله انا مانيش من اهل الاختصاص باش نحكي على الاكتشاف شكون المريض ولا شكون مش مريض، اما انا نحب ننبه وزاره الصحه والقايمين على شؤون البلاد، بالله القهاوي يعملون على الاقل امر، القهاوي يسربوا في قوبليات السيرفيس اون قوبلي، علاش تعمل في كاس ويرجع فيه كيف كيف، ينحون الشيشه كومبليتمون. بالله نحب ننبه الاتحاد نتاع التاكسيات يعملون يا خويا دي غون للتاكسيستيه وكل لي ماسك كيف كيف، لي غرون دي سباس كي غون لي كيسي رسول الله، راهي ال سبيكول لارجون هي ترونسبورتوس، وربي يحفظ البلاد، هذا واش نقولوا، وربي يستر البلاد. بعد نص ساعه نغسل يدي واولادي كيف كيف، ومعايا امي زاده ها صاكي ديما فيه ديما تبع فيا جال ديما خوف اخويا، ولت نبعد ماذا بيا على المجموعات، من حاجه فيها برشا ناس ديما نبعد عليها، كهو ربي يسترنا وكهو ربي بقي يستر على تونس، وان شاء الله ديما محفوظين اخويا. اخذ الاحتياطات اللازمه، ابتعاد عن المجموعات الكبيره ها مثلا من على ديما نروح نشد الدويره وكهو كهو. سمعتش في قفصه فما حالات ثم مو انه عليها في التلفزه عاد حاله واحده قالوا حاله واحده وهزوا السوسه هكا هذول المواطنين باش يحتاطوا النظافه غسل اليدين ها الابتعاد عن كل ما هو من مجموعات و من هذا القبيل.